دائما وأبدا هنا القاهرة. مشاهدينا الأكارم، أهلا بحضراتكم لهذه الحلقة الجديدة من المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. سأكون معكم خلالها أنا أحمد بشتو. نتابع في فقراتنا الليلة تحليلا لتحركات مؤشرات أسواق المال العربية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، هو الأسبوع الثاني من عام 2023. أيضا نطرح تساؤلا، هل ترتفع أسعار النفط بدعم من النمو الاقتصادي الصيني؟ إلى مراقبتنا الأولى إذن، حيث تباينت مؤشرات أسواق المال العربية بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من عام 2023 بعد الإفصاح عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي يدفع الفيدرالي الأمريكي ربما لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر فبراير المقبل. في العرض التالي سوف نتعرف على تحركات الأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ونبدأها إذن من مؤشرات أسواق المال الإماراتية والتي ارتفعت في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي بنحو 3.6% كما في سوق دبي مثلا في نهاية تعاملات الأسبوع، ليصل سوق دبي إلى مستوى نحو 2323 نقطة، وذلك مقابل 3300 ونقطتين بنهاية جلسة الأسبوع الماضي. أيضا سجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم في دبي ما قيمته نحو 577.655 مليار درهم بنهاية هذا الأسبوع، وبمكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 1.827 مليار درهم. إذن ارتفع أيضا مؤشر سوق أبو ظبي المالي بنسبة 2% خلال هذا الأسبوع ليصل إلى مستوى 10,151 نقطة، وذلك مقابل نحو 10,130 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي. سجلت القيمة السوقية لأسهم سوق أبو ظبي إذن نحو 1,564 مليار درهم بنهاية هذا الأسبوع، وذلك مقابل قيمة قدرها 2,565 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك إذن خسائر أسبوعية بنحو 1 مليار درهم في الإجمالي بين الأسبوعين. نذهب إذن إلى سوق السعودي والذي حقق ارتفاعا بنحو 212 نقطة خلال جولة الأسبوع الماضي، ليصعد بها إلى مستوى 10,744 نقطة. ربح رأس المال السوقي السعودي نحو 197 مليار ريال سعودي، لتصل قيمته السوقية إلى نحو 10 تريليونات ريال سعودي في قيمة هي الأعلى منذ عدة أسابيع. في مصر وبعد أسبوعين من الارتفاعات، تراجع المؤشر الرئيسي الثلاثيني بنسبة 2.8% متأثرا بمبيعات العرب والأجانب. خسر رأس المال السوقي في السوق المصري خلال الأسبوع نحو 12.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.02 تريليون جنيه، وذلك مقابل 1.033 تريليون جنيه في تداولات الأسبوع الماضي. إلى سوق آخر، هو سوق مسقط والذي أنهى تعاملاته الأسبوعية بارتفاع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4,879 نقطة، رابحا بذلك أكثر من 11 نقطة عن مستوياته بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. إذن كان هذا الحال في سوق مسقط في البورصة القطرية. اختتمت تداولات خلال تداولات الأسبوع الماضي باللون الأحمر بضغوط من تراجع 5 قطاعات رئيسية تقدمها قطاع الاتصالات. هبط المؤشر العام لسوق الدوحة بنسبة 1.3% بما يعادل أكثر من 155 نقطة في هذه الحالة، ليغلق بتعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10,990 نقطة. في سوق المال الكويتي، تبان أداء المؤشرات الرئيسية في السوق الكويتي خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط نمو 9 قطاعات. انخفض مؤشر السوق الأول هامشيا بنسبة ضعيفة عند 5% بما يعادل 4 نقاط فقط، ليغلق عند النقطة 7,895 نقطة.
إذن تراجعات طفيفة جدا في السوق الكويتي، بها نختم هذه الجولة مع تحركات أسواق المال العربية. نعود بعد قليل إذن لتحليل ما جرى في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، فكونوا معنا بعد الفاصل من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. إلى المراقب من جديد، أهلا بكم. إذا نحلل أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي مع ضيفينا من القاهرة، الأستاذة رانيا يعقوب رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أهلا بحضرتك. ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا خبير أسواق المال عبر تقنية زوم الأستاذ إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية. وأبدأ بك أستاذة رانيا، بعد أسبوعين من الارتفاعات في المؤشر المصري الآن نرى تراجعا في الأسبوع الماضي، لماذا؟ مساء الخير وأهلا بحضرتك. في الحقيقة من الطبيعي ومن المتوقع أن احنا كنا نشهد عمليات جني أرباح على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد صعود قوي على مدار عدة أسابيع، ويمكن ده بيتزامن مع فكرة أن الصعود القوي اللي كان بيشمل سيولة قوية أيضا تم ضخها في الأسهم القيادية، وهو تغيير لفكر المستثمر بصورة كبيرة جدا في السوق المصري اللي ابتدى يميل إلى الاستثمار والتحوط في الأسهم القوية ماليا، وده سر السيولة الكبيرة اللي تم ضخها في مؤشر الاي جي اكس 30 والأسهم والقطاعات يمكن القوية. مع نهاية جلسة الخميس لاحظنا بدء عمليات الارتداد مرة أخرى، وده أمر صحي وبيعطي زخم للسوق مرة أخرى. طيب إذا وسعنا الدائرة مع أستاذ إيهاب، أستاذ إيهاب، الأسواق العربية إجمالا عاشت تحركات ضيقة، نقص ربما في السيولة، ترقب لإعلان نسب التضخم وبالتالي أسعار الفائدة الأمريكية، هل هذا ما أثر ربما بحالة التباين التي شهدتها المؤشرات العربية إجمالا الأسبوع الماضي؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. احنا النهارده بنتكلم في اسبوع اكيد بالنسبه للاسواق العربيه بشكل عام، خصوصا السوق السعودي والاسواق الاماراتيه وسوق مسقط، دي كانت نهايات خضراء لاكثر من جلسه. احنا شاهدنا في السوق الاماراتي اربع جلسات متتاليه بشكل ايجابي للمؤشرات، وشهدنا اغلاق ايجابي بالنسبه لسوق دبي لأول مرة خلال شهرين بيغلق الإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الخضراء، ونفس النظام بالنسبة لسوق أبو ظبي برضه نهاية خضراء لأكثر من شهر. بالنسبة للسوق السعودي أنهى المؤشر عند 10700، ودي كانت نقطة مهمة وقوية جدا للمؤشر إن هو يتخطاها. إحنا النهارده لقينا إن خلال الأسبوع اللي فات في تأثر إيجابي من اللي حدث في الأسواق العالمية، لقينا في جلسات خضراء في الأسواق الأمريكية انعكست بالإيجاب على الأسواق الخليجية، بالاضافه للارتفاع اللي حصل في اسعار النفط. طبعا اسعار النفط بتدي يعني زخم للاسواق العربيه خاصه الاسواق الخليجيه اللي بتاثر ايجابيا بالنفط، خصوصا سوقي السعوديه وابو ظبي. طبعا بالاضافه للانباء اللي حصل عن التضخم في نهايه يوم الجمعه، وشفنا الاسواق الاماراتيه بالنسبه لسوق دبي وسوق ابو ظبي تاثر ايجابا بالانباء الايجابيه اللي حصلت بالتضخم والتفاؤل اللي حادث من المستثمرين بخصوص التشدد اللي ممكن يتخلى الفدرالي عنه في الفترة القادمة. طيب في القاهرة أستاذة رانيا، في البورصة المصرية ربما شهدت الأسواق المصرية البنوك طرحت شهادات استثمارية تصل عوائدها إلى ما يصل إلى 25%، بالتالي هذا كان طبيعي أن يؤثر على أحجام السيولة وأن يحدث تخارج من الأسواق، عملية تسييل للذهاب إلى هذه الشهادات، كان هذا أمرا طبيعيا. وبالتالي مع الارتداد الذي حدث في يوم الخميس، هل نعتقد أن الأسواق يعني ربما تعاملت بشكل إيجابي أو تعادلت مع ما يحدث في القطاع البنكي؟ هو في الحقيقة الشهادات اللي تم طرحها من جانب البنوك الحكومية كان ليها تأثير محدود على معدلات السيولة، ولكن ولكن في أمر ملفت للانتباه إن في الربع الأخير من عام 2022 شهدنا ارتفاع أرقام المستثمرين المكودين في البورصة المصرية ليتعدى تقريبا مع نهاية العام 175 ألف كود جديد، ودي يمكن ظاهرة جديدة على السوق المصري لم نشهدها على مدار السنوات الماضية،
وده بيرجع من وجهة نظري إلى اهتمام المستثمر المصري الآن بتنويع محفظته الاستثمارية. عفوا أستاذة رانيا، 175 ألف كود جديد معناها 175 ألف مستثمر جديد في البورصة أم تنويع في الاستثمار من بعض المستثمرين؟ لا يا فندم، 175 ألف مستثمر جديد تم تكويدهم في البورصة المصرية مع نهاية عام 2022. ويمكن هنبتدي نقول هنا هو أن حتى أحجام التداول ابتدت تزيد لتتعدى في الجلسة الواحدة ما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري، وده يعتبر أعلى من المتوسط الطبيعي لأحجام التداول. وهنا ده بيرجع في الحقيقة أن المواطن والمستثمر ابتدى يبحث عن بدائل جديدة لتنويع محفظته الاستثمارية، لأن في الحقيقة مع التضخم من المتعارف عليه أن المستثمرين بيلجأوا إلى التحوط في العقارات، القطاع العقاري، الذهب، ولكن كل هذه الأصول ابتدت تعكس قيمة التضخم، وأصبحت الأصول المصرية المطروحة في البورصة هي الأرخص والأقل تكلفة والأكثر جذبا للمستثمر الفرد. ويمكن ده جاء بعد اهتمام كبير من جانب المؤسسات والصناديق العربية اللي شهدناه منذ الربع الأخير من 2021، وشفنا ضخ للسيولة كبيرة جدا في البورصة المصرية عن طريق عمليات استحواذ على مجموعة من الشركات في عدة قطاعات. ويمكن ده بيرسل رسالة هامة جدا أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد متنوع القطاعات ولا يعتمد على قطاع واحد أو مورد واحد. ويمكن زي ما بنقول هذا الأمر خلى المستثمر المصري أو المواطن المصري ابتدى يلتفت إلى البورصة المصرية، وده اللي شاهدناه من صعود مجموعة من القطاعات زي القطاع العقاري، قطاع البنوك، قطاع المواد الغذائية، قطاع البتروكيماويات والأسمدة. طيب أستاذ إيهاب، يعني ارتفعت قيمة التداولات إجمالا في الأسواق العربية بنحو 12% في الأسبوع الماضي، حدث ذلك في 8 بورصات على الأقل من البورصات العربية حسب صندوق النقد العربي حسب بياناته. ما زالت إذن أحجام السيولة جيدة جاذبة، أو الأسواق العربية جاذبة لأحجام سيولة جديدة في هذه الحالة؟ طبعا احنا النهارده بنشهد سيوله في السوق السعودي، طبعا هو السوق القيادي في المنطقه العربيه بالنسبه للتداول. السوق السعودي احنا شهدنا في اخر جلسه تداولات تجاوزت 5 مليار ريال سعودي. السوق الاماراتي شهدنا في سوق ابو ظبي تجاوز مستوى المليار، وصلنا لحوالي مليار و200 مليون، وسوق ابو دبي حوالي 200 مليون درهم. فبنلاقي ان السوقين دول لوحدهم بيمثلوا نسبه كبيره جدا من التداولات في الاسواق العربيه، وده طبعا بيحصل من الزخم اللي بيتم من ضخ الاموال اللي بتيجي من العوائد البتروليه في الاسواق العربيه. احنا النهارده بنشهد النهارده استقرار في اسعار النفط بيعقبها ارتفاع في بعض الاوقات نتيجه للتفاؤل اللي موجود في الاقتصادات العالميه حاليا، ان الفتره القادمه مع تخفيف التشديد اللي هيعمله الفدرالي والتوقعات ان الزياده القادمه لن تتجاوز ال 50 نقطه، وفي بعض الترشيحات بتقول ممكن تتجاوز ال 25 ولا توصل الى ال 50. فبالتالي احنا النهارده بنشهد ضخ سيوله جديده، ضخ استثمارات جديده، وفي نفس الوقت احنا النهارده بنشهد من الاقتصاد العالمي جذب البترول او جذب كميات كبيره من البترول في الفتره الاولى من 2023، لان التوقعات كلها بتقول ان باذن الله خلال النصف الاول من 2023 لن يحدث الركود او الانكماش اللي كان متوقع من صندوق النقد وكان بيحذر منه خلال الربع الاخير من 22، ويبقى هيبقى يكون في بعض من الانشطه الاقتصاديه التي هتنعكس على الاسواق الماليه بشكل كبير وعلى الاسواق العربيه والاسواق الخليجيه بشكل اساسي، نظرا لان هي اسواق مصدره للنفط. وبالفعل أستاذة رانيا، يعني المؤشرات التي بدأت تتداول في الأيام الأولى من عام 2023 ربما تنبئ عن حلحلة ولو جزئية للأزمة العالمية، وربما هذا يدعو الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بنسب أقل قليلا مما كان يحدث في المرات السابقة. كيف ستؤثر هذه المرة إذا صدقت التوقعات رفع أسعار الفائدة بهامش ضئيل من الفيدرالي الأمريكي على السوق المصري؟ الحقيقة في نوع من التفاؤل الحذر بشأن معدلات رفع الفايدة في أمريكا، خاصة أن أغلب التوقعات بتميل إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن هي تبتدي تنحسر مع النصف الأول كما أشار أستاذ إيهاب من عام 2023، وبالتالي يمكن ده بيدي توقعات بأن معدلات رفع الفايدة هتكون مش متسارعة زي عام 2022، والكل يعلم أن رفع الفائدة يمكن ليه مخاوف كبيرة
كبيرة وتأثيرات عنيفة على الاقتصاديات من ركود وتأثر لعدة مجالات اقتصادية، وبالتالي يمكن هيكون التأثير في مصر أيضا يمكن مش بعيد عن هذا الأمر، خاصة أن الفيدرالي الأمريكي هو اللي ابتدى هذه الموجة من رفع الفائدة المتسارعة واللي أثرت على العالم والبنوك المركزية، وخلانا نشوف عام 2022 عام للأسف بيحمل الكثير من الضغوط على الاقتصاديات أو الاقتصاد العالمي، مش بس الاقتصاديات الناشئة ولكن أيضا الاقتصاديات الصناعية بالأكثر التي تعاني، وأغلب المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الدول الصناعية يمكن بتحمل الكثير من التشاؤم في 2022. من المتوقع أن 2023 نشوف عام انحسار الأزمة، وبالتالي ممكن يكون ده ليه مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا. ويمكن إحنا حاليا بنقول أن ما يتم ضخه من سيولة في البورصة المصرية من جانب صناديق عربية، يمكن ده اللي بنقوله أن النهاردة اللي بيشتري هو بيشتري المستقبل مش بيشتري الحاضر، وده معناه أن الجميع بيروا أن في فرص إيجابية ومؤشرات إيجابية، وأن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية بتضغط على الاقتصاد العالمي ككل، وأن معدلات الربحية ربما ما زالت جاذبة للمستثمر الجديد كما يحدث لل 175 مستثمر ألف مستثمر جديد في السوق المصري. خليني أؤكد لحضرتك أن في الحقيقة الاستثمار في البورصة المصرية يمكن بيعد أقل الاستثمارات تكلفة على المستثمر، لأن زي ما ذكرنا الأصول المصرية هي أصول رخيصة جدا جاذبة بتتداول بأقل مضاعف ربحية في المنطقة، فبالتالي عند تقييم المحافظ ابتدينا نشوف اهتمام كبير مش بس من المؤسسات العربية، ولكن كان من الطبيعي أن المستثمر المصري أيضا يشارك في الاستثمار في البورصة المصرية، لأن في الحقيقة تعتبر أحد أهم البدائل لجذب السيولة، وأعتقد كمان أن العوائد على الاستثمار خلال الفترة القادمة في عدة قطاعات وخاصة القطاعات الجيدة ماليا أعتقد أن هي هتكون إيجابية بالنسبة للمستثمر. طيب مرة أخرى إلى أستاذ إيهاب رشاد، يعني إجمالا الأسواق العربية وحسب أيضا تقديرات صندوق النقد العربي عن تداولات الأسبوع الماضي تراجعت بشكل هامشي عند 48% فقط، وشهدنا ربما في معظم الأسواق الخليجية على الأقل تحركات ربما ضيقة صعودا أو هبوطا، يعني هذا ربما انتظارا لبيانات عالمية مؤثرة في الأسواق الخليجية. إذا في الأسبوع المقبل الذي سيبدأ تداولاته في الغد إن شاء الله سنرى نفس المسارات في تحركات ضيقة انتظارا لما ستسفر عنه الأخبار؟ هو اللي حصل خلال الأسبوع الماضي أو من بداية العام اللي هو أسبوعين بالضبط حتى الآن، هو في حصل تباين بسيط جدا في الأسواق العربية. يعني احنا هنلاقي مثلا أن أعلى المكاسب كانت بالنسبة للسوق قطر وهو حقق حوالي 2.89% خلال أسبوعين، هنلاقي بعديه يجي السوق السعودي بحوالي 2.54%. شاهدنا سوق مسقط برضو كان عنده نهايه خضراء لنهايه الاسبوع، وفي حين ان كان فيه نهايه حمراء بالنسبه لسوق قطر بالنسبه لاخر اسبوع وسوق الكويت، وده بيدي التباين اللي موجود اللي حاصل فيه خلال الاسبوع الماضي ان في بعض الاسواق يعني تراجعت بنسب طفيفه جدا. احنا بنلاقي السوق الاماراتي فيه ارتفاع بسيط جدا. التداول النهارده بنبص نلاقي ان احنا بنركز اكتر او يعني بنبص اكتر على السوقين السعودي والاماراتي ان هم القياده الاسواق، وبعدين بيجي السوق القطري بالنسبه لاحجام التداولات اللي بتبقى موجوده في الاسواق العربيه. الاسبوع الجاي من المنتظر مع ضخ السيوله الجديده اللي بتمت من ارتفاع اسعار النفط مع التفاؤل اللي يشهده العالم في الوقت الحالي عن يعني امكانيات يعمل او يوصل بها الفدرالي الى 50 نقطه او اقل نقطه في الارتفاع القادم، هنشهد بعض السيوله اللي هتنجذب مره اخرى للاسواق الماليه العربيه، خاصه السوق السعودي احنا بنشهد فيه زخم كبير جدا، احنا بنشهد تداولات كبيره، احنا بنشهد ولاول مره خلال الاسبوعين الماضيين ان بنلاقي بعض الاسهم بترتفع بنسب كبيره من الاسهم القياديه في السوق السعودي، وده بيدي انطباع ان في سيوله مش عاديه دخلت للاسواق السعوديه. وبرضه بالنسبه للاسواق الاماراتيه بنلاقي بعض الانباء الايجابيه اللي بتيجي من القطاع العقاري في دبي مع ارتفاع الاسعار الايجارات بحوالي نسبه 27% خلال 2022، والارتفاع في الاسعار المنشات العقاريه في دبي بنسبه حوالي 9% خلال 2022. فبالتالي احنا في ضخ سيوله، الضخ السيوله ده بينعكس بشكل ايجابي هينعكس على المؤشرات خلال الاسبوع القادم،
خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة، واللي تشهد من فترة بسيطة جدا ارتفاع بشكل متتالي مع التفاؤل اللي هيبقى موجود خلال الفترة القادمة. طيب أستاذة رانيا، السوق المصري ربما في حالة انتظار لطروحات جديدة ربما في الفترة المقبلة، وتباعا سيظهر أكثر من 20 طرح جديد. الحالة الآن في السوق المصري، الأرض ممهدة لهذه الطروحات ربما، هل ينتظر السوق ربما إجراءات جديدة انتظارا لهذه الطروحات؟ في الحقيقة يمكن الطروحات الحكومية هي أحد الكروت الناجحة، ويمكن أحد الكروت التي تستطيع الترويج للاقتصاد المصري. الجميع في انتظار الطروحات الحكومية، خاصة أن أغلب الشركات التي سيتم طرحها هي شركات ناجحة وقوية في قطاعات قوية. يمكن إحنا بننتظر جدول زمني واضح لبرنامج الطروحات، لأن هذا الأمر يعتبر هام جدا للمستثمر الأجنبي والصناديق الأجنبية. في الحقيقة تحركات رؤوس الأموال على مستوى العالم سريعة، بتبحث عن العوائد، وبالتالي السوق المصري والاقتصاد المصري أحد أهم الاقتصاديات المهيئة لجذب هذه السيولة، ولكن إحنا محتاجين جدول زمني واضح وسريع، خاصة إن البضاعة جيدة. ويمكن الاقتصاد المصري وعلى مدار السنوات الماضية، وكان عندنا برنامج طروحات طموح جدا في بداية الألفينات ونهاية التسعينات، استطاع إن هو يجذب سيولة مليارية لتساعد الاقتصاد المصري، وقدر أيضا إن هو يجذب سيولة من الخارج. وبالتالي إحنا في انتظار الجدول الزمني وفي انتظار الطروحات الحكومية. يمكن كان عندنا طرح أخير زي إي فاينانس، وهذا الطرح رغم أنه هو طرح وحيد، ولكن استطاع أنه هو يجذب سيولة كبيرة، ويؤكد أن السوق المصري متعطش للطروحات الحكومية. طيب أستاذ إيهاب، يعني ربما هناك تحركات حتى الآن عرضية في أسواق البترول العالمية، يعني لم يغادر أسعار النفط مستويات $85 رغم توقعات كثيرة بارتفاعه عن هذا الرقم، ربما مع فتح شهية الصين لاستيراد مزيد من النفط، لأن هناك مؤشرات على تحركات اقتصادها. إلى أي مدى يمكن أن ترى أسعار النفط في الفترة المقبلة، وبالتالي تأثير ذلك على أسواق المال الخليجية تحديدا؟ وبالنسبة لأسعار النفط، احنا شهدنا يعني مستويات $80 وما بعدها في الفترة السابقة، احنا كنا نزلنا عن مستوى $80، وده طبعا اي تأثير بيبقى للأسواق العربية بيبقى تأثير سلبي، ان نزول أسعار النفط بينعكس على الأسواق العربية، لان هي مرتبطة بشكل كبير بالتضخم او يعني التضخمات النقدية اللي بتيجي من مبيعات الأسواق المالية. النهاردة بنلاقي ان بعد يعني الانحصار اللي حصل في موضوع كورونا، وبعد التشديد اللي بدأ يقل من الفيدرالي، ان في انعكاس ايجابي، لان الاسواق النهاردة بتجذب ضخ مزيد من البترول، لان في تشغيل وفي عمليات تشغيل وفي مصانع هتبدأ تشتغل بطاقتها الانتاجية الكبرى. النتائج اللي جاية من الصين وتأثير كورونا، اللي كان فيه بعض التخوفات في نهاية العام الماضي ان الصين ممكن تحصل عندها ازمه، لان هي عملت مره واحده انفتاح على يعني المشاكل اللي كانت عندها بالنسبه لكورونا، كانت الناس متخوفه ان يحصل اغلاق مره ثانيه، فطبعا الصين لم تتخذ هذا الاجراء، بالعكس هي قالت احنا اخذنا الاكشن ومش هنرجع مره ثانيه ان احنا يحصل اغلاق مره ثانيه، لان هو كان ليه تاثيرات سلبيه كبيره جدا على الاقتصاد الصيني، فبالتالي ادت الثقه في الاقتصاد الصيني ان هو هيبدا يشتغل وبمعدلات تشغيل كبيره، بالرغم من عدد الوفيات اللي بيجي وبيتم الاعلان عنه من ناحيه الصين، بس هي اجزمت ان هي لن تقف او لن تغلق مره اخرى، وبالتالي فالمصانع الصينيه هتبدا تشتغل بالانتاج يعني المناسب بالنسبه لها، والضخ البترول هيبقى للمارد الصيني، مع ضخ البترول ومع القيود اللي محطوطه الان دلوقتي على البترول الروسي والسقف اللي محطوط على سعر البترول الروسي، فهيبقى احسن سوق لجذب الاستثمارات هو السوق الخليجي او الاسواق العربيه، وبالتالي مبيعات الاسواق العربيه من النفط هتبقى بشكل او باخر مستويات يعني معتدله او مرضيه الى حد ما، وبالتالي احنا متوقعين ان فتره ما بين 85 الى $90 للبرميل، ده هيبقى بالنسبه للفتره القادمه ده السعر اللي هو هيبقى متناسب، واعتقد انه لن يتم تجاوز مستوى $90، لان حضرتك عارف ان
ارتفاع اسعار النفط بتاثر بشكل سلبي على التضخم، يعني كل ما ارتفاع يحصل في اسعار النفط فالتضخم بيزيد، وده اللي مش هيسمح له صندوق النقد الدولي ولا هتسمح له الحكومات الدوليه ولا هيسمح له الاقتصادات الكبرى، عشان احنا بدانا مرحله ان التضخم يقل، فمش هنرجع نغذي التضخم بارتفاع في اسعار النفط. واعتقد ان ما بين 80 الى 90 هو سعر بالنسبه للاسواق العربيه سعر متكافئ وسعر جيد جدا بالنسبه للاقتصادات. استاذ رانيا، اليوم كان هناك لقاء بين اداره البورصه المصريه واتحاد بنوك مصر ربما للتنسيق لتطوير القدرات المهنيه المسؤولة عن علاقات المستثمرين في السوق المصري، يعني اهميه هذا اللقاء ربما وهو لقاء فريد من نوعه كما اظن. وفي الحقيقة يمكن إدارة البورصة المصرية على مدار الشهور الماضية كان ليها دور كبير جدا في تطوير عدة وظائف أساسية بالنسبة للعاملين في مجال الأسواق المالية، ويمكن يعتبر قسم أو علاقات المستثمرين أحد أهم هذه الأقسام، لأن هو المسؤول عن التعامل مع المستثمرين وتوضيح خطة الشركة وتوضيح كل ما يحتاجه أي مستثمر، وبالتالي كثير أو يوجد عبء كبير على مسؤول علاقات المستثمرين. وعلى مدار عام 2022 قامت إدارة البورصة بتوفير عدة دورات تدريبية لعلاقات المستثمرين. أيضا هيئة الرقابة المالية في مصر اهتمت على مدار الفترة الماضية برفع الكوادر وتدريبهم للعاملين في سوق المال المصري، لأن في الحقيقة إذا كان هذا السوق سينمو فهو يحتاج إلى كوادر تساعد في دعمه. ويمكن اتخذت إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية والجمعيات العاملة في المجال على عاتقها هذا الأمر على مدار الفترة الماضية، في ظل أن التوقعات القادمة أن البورصة المصرية من المتوقع أن احنا نشوف ارتفاع في أحجام التداول، نشوف قدرة البورصة المصرية على اجتذاب كثير أو عملاء جدد سواء محليين أو من الدول العربية أو الأجانب، وبالتالي الأمر ده هيحتاج إلى قدرات خاصة. كان أمر إيجابي جدا أن مثل هذه الدورات اللي بتعقدها إدارة البورصة المصرية والجمعيات وهيئة الرقابة المالية كان ليها دور كبير في دعم أداء الشركات ودعم أداء سواء الشركات المقيدة أو الشركات العاملة في السوق. أستاذ إيهاب، في تحركات أسواق الخليج إجمالا كان يقال دائما أنها مرتبطة بشكل ما بتحركات الأسواق العالمية، خاصة سوقي نيويورك ولندن تحديدا، هل تعتقد أن هذا الرابط ما زال موجودا برغم هذه الأزمة الموجودة الآن، أم ربما هذا الارتباط فك قليلا؟ يعني الآن هناك ارتفاع جيد في بورصتي نيويورك ولندن، هل تعتقد أن استمرار هذا التأثير إن حدث واستمر في الأسبوع المقبل سيكون له تأثير أيضا على أسواق الخليج وتخرج من النطاقات الضيقة التي رأيناها مثلا في سوقي أبوظبي والكويت؟ هو احنا الاسبوع القادم في عندنا اجازه في الاسواق الامريكيه يوم الاثنين القادم، فبالتالي في يومين تداولات هتتم اللي هو يوم الاحد ويوم الاثنين، هيكون في غياب للاسواق الامريكيه وما هو لها من تاثير على التداولات في الاسواق العربيه. بس احنا لما نشوف يعني الاغلاقات اللي تمت يوم الجمعه بالنسبه للسوق الاماراتي فهنلاقي ان في ايجابيه وفي ارتباط بما حدث في نيويورك وما يحدث في الامارات، وبالتالي الارتباط اللي متواجد ما بين السوق السعودي والسوق الاماراتي او الاسواق الخليجيه بشكل عام والاسواق الامريكيه ده ارتباط من يعني من سنين طويله، ودايما المستثمرين في الاسواق العالميه بعد ما بيبقى فيه جني ارباح او في بروفيت او في اي تحركات بنلاقي ان المستثمر العربي قبل ما بيدخل الجلسه بيبص على الاسواق الامريكيه، وكمان بيتابع الاسواق الامريكيه خلال الجلسه وبيتابع الفيوتشر وايه اللي بيحصل في الفيوتشر، فلما بيلاقي الاسواق الاجنبيه او الاسواق الامريكيه بالذات فيها تحركات ايجابيه بنلاقي ان هو بيضخ اوامر شراء، والعكس صحيح لما بنلاقي ان الاسواق الامريكيه فيها حاله تراجع بنلاقي ان المستثمر بيضخ اوامر بيع اكثر من اوامر شراء. فالارتباط موجود، احنا بنلمس الكلام ده لان احنا عندنا مستثمرين من جميع يعني الدوله العربيه، وبنلاحظ الارتباط ده ان بيتم ان التذبذب بيتم مع الاسواق الامريكيه مع الفيوتشر بالنسبه للصبح ومع الاسواق الامريكيه في الجلسه التاليه حتى تبدا الجلسه بتوقيت مختلف عن الاسواق العربيه، بس التاثير موجود والتاثير سيظل موجود طالما في يعني احنا نقدر نقول في ارتباط عالمي بما يحدث في كل انواع
الأسهم والسندات والأصول المالية حول العالم. أستاذ رانيا، رأس المال السوقي في البورصة المصرية فوق التريليون جنيه حتى الآن، بالتالي كيف سيحافظ هذا السوق على هذا المستوى، وما توقعاتك إجمالا لتداولات الأسبوع المقبل؟ في الحقيقة ما زال السوق المصري أمامه زخم كبير، وهذا هو التوقع سواء على المدى الطويل أو على المدى المتوسط، خاصة زي ما ذكرنا أن أداء الأسهم أو تقييم الأسهم المصرية ما زال دون القيمة العادلة، وأن هذه الأسهم أو هذه الأصول المطروحة في البورصة المصرية لم تعكس ارتفاع معدلات التضخم، و فوق كل ده أن هذه الأصول هي أصول جاذبة في قطاعات قوية، في شركات بتحقق معدلات ربحية، وخلينا نقول عندنا القطاع العقاري، قطاع البتروكيماويات، قطاع البنوك، قطاع الاتصالات، قطاع المواد الغذائية، كلها زي ما بقول لحضرتك قطاعات جاذبة للسيولة، وده انعكس على ارتفاع معدلات السيولة اللي ارتفعت بعد ما كانت متوسط مليار جنيه في الجلسة الواحدة إلى تصل أو أن هي دلوقتي بقت بتعدي مستويات 3 مليار جنيه في الجلسة الواحدة. مازال السوق المصري أمامه زخم، يعني إحنا عندنا القمة التاريخية السابقة بالقرب من مناطق 18,000، ولكن أغلب التوقعات بتميل إن إحنا من المتوقع إن إحنا قبل منتصف هذا العام إن إحنا نشهد قمة جديدة. نعم. في ظل لجوء المستثمرين الأفراد والمستثمرين والصناديق والدور المؤسسي اللي ابتدينا نشوفه إن هو بيزيد في السوق المصري، فمن المتوقع إن إحنا نشوف مع استكمال هذا الزخم كسر مستويات المقاومة التاريخية عند 18,000 نقطة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة رانيا يعقوب، رئيسة شركة 3Way لتداول الأوراق المالية، كما أشكر أيضا من القاهرة ضيفان عبر زوم الأستاذ إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدين الكرام، سأذهب الآن إلى فاصل قصير، نواصل بعده المراقبة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، فكونوا معنا. كان عام 2022 عاما صعبا للصين، فإلى جانب التحديات العالمية شهدت الصين موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات الصينية إلى فرض مزيد من القيود على المواطنين. لكن مع بداية هذا العام زادت التوقعات المتفائلة حول نمو الاقتصاد الصيني، لا سيما بعد قرار السلطات هناك بإعادة فتح الاقتصاد وإنهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات قالت إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6% عام 2023 فوق العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كورونا. وبدعم من التفاؤل المشترك من تحسن الطلب في الصين وتباطؤ التضخم الأمريكي بأفضل مستوياته منذ أكثر من عام، قفزت أسعار النفط نحو 2% بنهاية تعاملات الأسبوع. في المقابل تستعد سوق النفط لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل. ومن المتوقع أن يسجل استهلاك النفط في الصين رقما قياسيا في هذا العام، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب اليومي الصيني والذي انكمش العام الماضي قد يرتفع بمقدار 800 ألف برميل يوميا في عام 2023. ويتم تداول خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل بانخفاض كبير عن ذروة 140 دولارا التي سجلها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل الأسعار إلى 110 دولارات بحلول الربع الثالث من هذا العام. لمزيد من التحليل انضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد، الاقتصاد الصيني نما في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 3.9% مقابل توقعات سابقة لنموه في نفس الربع عند 3.4%، إذن هناك 0.5% نمو أكثر من المتوقع في الاقتصاد الصيني. على هذا الأساس سينمو طلب الصين على النفط، وهذا أمر منطقي في هذه الحالة على الرغم من وجود كورونا الآن، هل تعتقد ذلك؟ مساء الخير وأهلا بك. أهلا وسهلا بك. بالفعل الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي أصبحت التوقعات متفائلة بشكل كبير بشأن الاقتصاد الصيني، وده بسبب تخفيف قيود الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا،
وفتح الحدود في شهر يناير الحالي هي ما قد تساهم في تفاؤل التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني. الصين في الوقت الحالي فتحت حدودها وخففت من إجراءات كورونا، وذلك قد يساعد على حرية المستهلكين في الحركة في الصين، وهم قد يشجع على الطلب أيضا فتح الحدود وتقليل إجراءات حجر الصحي في للوافدين القادمين من خارج الصين، سيعزز من الطلب. أيضا الصين في الوقت الحالي لديها حوالي 16 تريليون يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 2.3 تريليون دولار أمريكي من المدخرات الزائدة للأسر. هذا الأمر قد يفسح المجال أو يعطي المجال لمزيد من انتعاش الاستهلاك في الصين. أيضا في الصين الإجراءات أو القيود اللي كانت على شركات التكنولوجيا تم إلغائها، وهذا ما أنعش سوق الأسهم الصينية ودفع أسهم كسهم شركة علي بابا للارتفاع بشكل كبير وشكل ملحوظ. أيضا المراجعات المتصاعدة بجانب انتعاش معنويات المستثمرين في الأسواق الصينية، المراجعات المتصاعدة لنمو الناتج المحلي الصيني خلال عام 2023 متكررة، ومؤخرا بنك مورغان ستانلي تراجع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2023 من 5% فقط إلى 5.7% خلال عام 2023. كل هذه العوامل ساعدت في إطفاء نظرة تفاؤلية قليلا نحو الاقتصاد الصيني خلال عام 2023، ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام الصين وهو المحرك التقليدي للنمو الصيني هو نشاط المصانع في الصين، خاصة أنه يواجه ظروف أكثر صعوبة في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا. ولكن كما نعلم أن الصين هي مصنع العالم، وبالتالي أي تحرك في الاقتصاد الصيني يؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي في الاقتصاد العالمي. وهذا يؤكد توقعات أستاذ محمد بأن الطلب الصيني سيرتفع بحوالي 800,000 برميل يوميا في عام 2023 إلى ما قرب مستويات 16 مليون برميل يوميا. بالفعل هو متوقع أن يرتفع الطلب إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل، هي حوالي 16 مليون برميل كما ذكرت. وفي حقيقة الأمر أن على الرغم من انخفاض واردات النفط الصينية خلال عام 2022 للعام أقل قليلا من العام السابق وللعام الثاني على التوالي، إلا أن في خلال شهر ديسمبر ارتفعت هذه الواردات بنسبة 4% على أساس سنوي، وتعد أو يعد هذا الرقم هو ثالث أكبر قيمة شهرية لواردات النفط الصينية. فبالتالي هناك تحديات تواجه الاقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة من ناحية أوبك وحلفائها، وما قد يقوموا بالاتفاق عليه خلال اجتماعهم القادم في شهر فبراير أو في مطلع شهر فبراير، واحتمالية أن تكون أو يكون قرارهم القادم هو خفض الإنتاج، هو ما قد يواجه أو قد يؤثر على الطلب العالمي من ناحية الصين. سيد محمد، رحلة أسعار النفط ربما منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي وحتى الآن تراوحت بشكل كبير من مستوى 140 دولار للبرميل إلى ما دون مستوى 80 دولار للبرميل. الآن هناك توقعات بأن تصل خلال النصف الأول على الأقل من عام 2023 إلى مستويات 110 دولارات لبرميل برنت حسب جولدمان ساكس على أي حال أو على الأقل تقدير. إذن هذه ربما أرقام متقاربة مع الواقع برأيك؟ في الوقت الحالي أسعار النفط بتتداول عند أدنى مستوياتها في أكثر من عام تقريبا، والإشارات أو المؤشرات التي تخرج من الصين وبتشير إلى احتمالية نمو قوي للصين خلال العام القادم بتضفي أو بتعطي مكاسب لأسعار النفط، وده شفناه الأسبوع اللي فات مع ارتفاع أسعار النفط وتحقيق مكاسب هي الأكبر لها منذ شهر أكتوبر الماضي. خام برنت ارتفع تقريبا بحوالي 8.6%، وخام غرب تكساس ارتفع بحوالي 8.4%. كل هذه المعطيات بتشير إلى احتمالية مزيد من مع ارتفاع الطلب
من الصين، والنمو القوي المحتمل في الصين ربما يدفع زيادة الطلب، وهذا الطلب ربما مع خفض الإنتاج من جانب أوبيك ربما يطفي مزيد من المكاسب على أسعار النفط، ونراها بالفعل تعود مرة أخرى لمستويات $100 ربما مع تنامي أو توقعات تنامي الطلب الصيني من الربع الثاني من عام 2023 فصاعدا، فربما تعود الأسعار مرة أخرى لمستويات $100 للبرميل ربما مع حلول الربع الثاني من العام أو بأقصى تقدير في النصف الثاني من عام 2023. لكن هذا سيكون مؤثرا بشكل كبير على الاقتصادات الأوروبية مثلا، والتي تريد سعرا عند حدود $75 للبرميل نظرا لظروفها الحالية، نقص الطاقة الموجود بشكل كبير، ربما تأثر موازنتها بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، فبالتالي هذا سيكون مؤثر بشكل كبير جدا على اقتصادات أوروبا. بالفعل هي أوروبا في عام 2022 شهدنا أزمة للطاقة في أوروبا بشكل كبير، ومع استمرار تصاعد التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يعود بالشكل السلبي على الجانب الأوروبي الذي رأينا فيه ارتفاع فواتير الطاقة بشكل كبير جدا في القارة الأوروبية. ولكن في على الجانب الآخر وفقا لبعض التقارير أن أوروبا تجنبت حدوث كارثة في الطاقة خلال الشتاء الحالي مع حدوث أو جو الشتاء الحالي في أوروبا تقريبا هو دافئ إلى حد ما على غير المعتاد، والجهود المبذولة من الجانب الأوروبي للبحث عن مصادر أخرى للطاقة هي ما خففت وطأة الأزمة التي حدثت خلال عام 2022، مع تخفيض الجانب الأوروبي اعتماده بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، خاصة بعد تطبيق أو دخول حظر النفط الروسي المنقول بحرا في 5 ديسمبر الماضي، وهناك حظر جديد سيكون في فبراير القادم. رأينا أن واردات أوروبا من الطاقة أو النفط الروسي انخفضت في نوفمبر الماضي إلى 28% بعدما كانت في أكتوبر حوالي 31%، وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت اعتماد الجانب الأوروبي على واردات النفط الروسية بحوالي أكثر من 50%. ففي الوقت الحالي أوروبا لا تزال تعاني بعض الشيء، خاصة أنها ستأخذ بعض الوقت حتى ترى أو تجد مصادر أخرى للحصول على الطاقة غير الجانب أو غير مصادر الروسية. تريد أسعار نفط رخيصة أرخص من مستوى $100 المتوقع. الخامس من فبراير المقبل سندخل في مرحلة جديدة من ربما وضع أسقف سعرية للخام الروسي، وربما هذا يؤثر على أسعار النفط العالمية، بالتالي سيؤثر أيضا على ربما أحجام الطلب الصينية التي ربما ستزداد في هذه الآونة إذا ربما ما انخفضت الأسعار أو حصل تلجيم لها. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بشتى الطرق كانوا بيحاولوا بأن هم يخنقوا العائدات الروسية من بيع النفط الروسي، وشفنا وضعهم لحد لسقف السعر للبرميل النفط الروسي عن $60. ولكن في الوقت الحالي روسيا توجهت وبشكل سريع إلى أسواق أخرى بديلة غير أوروبا، وتحديدا في آسيا وبشكل محدد في الصين والهند. الصين والهند يحصلون على النفط الروسي بشكل أرخص من سقف الأسعار. الخام الروسي في الوقت الحالي هو أقل من سقف الأسعار التي وضعته مجموعة السبعة في ديسمبر الماضي، والصينيين يحصلون على النفط بأسعار أرخص من ذلك، وما سيشجع على استمرار في شراء أو زيادة الطلب الصيني هو الاحتمالات المتوقعة والمتفائلة للاقتصاد الصيني خلال عام 2023. إذا نحن أمام على الأقل الربع الأول من هذا العام سيكون ربما مؤشرا لما ستذهب إليه أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام أو في الربع الثاني من هذا العام، وفي هذا مؤشرات كثيرة ربما تكون متضاربة في هذه الحالة. على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام كيف تتوقع أن تكون أسعار النفط؟ ستتحدد أسعار النفط وفقا للمؤشرات التي ستأتي تباعا من الاقتصادات العالمية وتحديدا من الصين، مع ظهور
بعض الإيجابية من الاقتصاد العالمي على في الربع الأول، ربما يدفع ذلك إلى زيادة الطلب من الطلب من الجانب العالمي، خاصة أن هناك توقعات بأن يرتفع الطلب العالمي في 2023 بنحو 1.7 مليون برميل يوميا، 50% متوقع أن يأتي هذا الطلب من الجانب الصيني. في الوقت الحالي العام الجديد أو عام 23 تحديداً هو عام مليء بالمخاوف من الانزلاق للركود الاقتصادي في العالم، مع توجه البنوك المركزية خلال الفترات الماضية لرفع أسعار الفائدة بشكل قوي. هذا ما عزز فكرة أن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في سنة صعبة هذا العام، وربما نرى مزيد أو انزلاق الاقتصاد نحو الركود. ولكن في الوقت الحالي رأينا بعض المؤشرات التي قد تؤدي إلى تخفيف وطأة رفع أسعار الفائدة التي رأيناها خلال الفترة الماضية، وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية رأينا انخفاض في أسعار التضخم أو معدلات التضخم للشهر السادس على التوالي، وما يوحي إلى أن الفدرالي الأمريكي ربما يتمهل في عملية رفع أسعار الفائدة، وربما يؤجل أو يؤخر عملية الانزلاق في الركود الاقتصادي، مما يعطينا نظرة إيجابية للاقتصاد العالمي وينعش الطلب العالمي أكثر، وربما يدفع الأسعار للارتفاع. كما ذكرت منذ قليل أن ربما بحلول الربع الثاني تتضح الرؤية أكثر ونرى مزيد من الارتفاعات لأسعار النفط. لكن ألا ربما ستتدخل قوة اقتصادية ما للجم أسعار النفط، لأنها في هذه الحالة بارتفاعية ستؤثر أو ستعود مرة أخرى بنسب التضخم إلى الارتفاع، وهو ما تقاومه هذه الاقتصادات الآن، فبالتالي هناك حالة من الشد والجذب ما بين تلجيم لنسب التضخم ربما يفلتها ولو قليلا أسعار النفط مرتفعة؟ أسعار التضخم أو معدلات التضخم لا تزال حتى الآن هي عند مستويات مرتفعة على الرغم من تباطؤها في بعض الاقتصادات وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أو وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات المالية العالمية أن التضخم سيبقى معنا لفترة من الوقت خلال العام الحالي على أقل تقدير، و مع مرور الوقت ستعود معدلات التضخم إلى مستويات معتدلة إلى حد ما، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط ربما يضع البنوك المركزية أمام تحدي كبير أمام السيطرة على الأسعار بشكل كبير، حتى لا نرى عودة أو استمرار لأزمة التضخم الخانقة التي تسيطر أو ترسم الملامح الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي. فبالتالي ستكون المؤشرات الاقتصادية هي العامل الرئيسي في تحديد مدى توجه الاقتصاد العالمي، هل إلى ركود أم إلى تعافي من حالة الركود التي تعيش فيها الاقتصادات العالمية منذ عام 2020 منذ انتشار جائحة كورونا. لننتظر ونرى كما يقول المثل. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة الأستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي، شكرا لوجودك معنا. بهذا أشكركم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر دائما وأبدا هنا القاهرة، كونوا دائما على الموعد. تحياتي أحمد بشتو.